بين أحضان الطبيعة والهواء الطلق. قصتنا لليوم في فقرة المرأة الحديدية مع السيدة فريال الكوفحي، اللي أثبتت إنه المرأة الريفية قادرة على العمل والإنجاز والمساعدة في زيادة دخل عائلتها. يسعد صباحك ست فريال. صباحك حبيبتي، الله يسعدك. يعني قبل ما نحكي عن اليوم عن مشروعك وعن الأكلات الطيبة اللي بتعمليها، أنا كتير متحمسة وحابة أدوقهم. الله يسعدك حبيبتي. أنا مشروعي بلشته من بيتي، تقريبا إلي خبرة 20 سنة. الحمد لله، يعني بلشت بالمشروع والمشروع نجح من أول ما بلشت فيه. ما شاء طبعا الله. هو عشان الواحد يساعد يعني بحياته ويكون له كيان، يعني يكون له إشي بنتجه. بعد أنا بقرية حور، طبعا قرية ما شاء الله عليها، كانوا يعني أهلي قرايبي أصحابي يتواصلوا معي يأخذوا، فحبيت أتوسع وأطلع على إربد. إربد لأنها قرية بظلها يعني محيطها صغير، بس إربد تكون أكبر. طلعت على إربد، فتحت محل هيك صغير. طبعا بدي هيك، انا صرت بدي اتعرف على جمعيات، على ناس مشان اتوسع اكثر، يذوقوا الناس اكلي ما شاء الله، يجيبوا لي كمان زبون ويقولوا ما شاء الله على الاكل. فالحمد لله انشهرت من خلال البازارات. بعدين صرت اتوسع، صرت اروح على عمان اعمل بازارات، صار بس يجوا على الطاوله. طبعا اخذ فرن مباشر، يشوفوا الاكل ويشوفوا ريحه زيت الزيتون، يردوا يدعوني على الزرقاء، يردوا يدعوني على العقبه. الحمد لله توسعت. النفس الطيب بالأكل من وين؟ الله يسعدك. أنا والله وراثة من أمي، يعني أمي ما شاء الله رحمة الله عليها كانت كثير كثير ماهرة بالأكل ما شاء الله. ومن طفولتي أنا بحب، يعني من طفولتي خلص بحب أطبخ وبحب يعني أنتبه كمان على أي، حتى بتعرف كانت تعمل لنا بندورة مع بصلة يعني أكلات بسيطة، أطلع والله وأراقبها. ونفسها ما شاء الله ما شاء الله، يعني بتمنى كمان يكون نفسي زي رحمة الله أمي، كانت كثير مبدعة ما شاء الله. ست فريال، الفرق بينك وبين أي ست شاطرة بالطبخ وعندها هواية في الأكل والطبخ، إنه أنت طورتي هاي الهواية اللي عندك والمهارة وحولتيها لعمل. فاليوم برأيك قدي مهم إنه كل سيدة تفكر بمشروع، تفكر بإنها تشتغل تنتج أكثر؟ أنا بشجع. أنا اسم الله عندي 5 أولاد و3 بنات، وتبارك الرحمن درسناهم أحلى التدريس. وبحب، أنا بشجع يعني الواحد، يعني بتعرفي بس تطلعي وتجيبي منتوجك بتعبك والله. بتعرفي لو 10 دنانير بتحسيه مليون مليون. إيش؟ لأنه أنت جبتي إشي للبيت، ويعني وأن في عندك إنتاج. وبشجع كل ست. وأنا بدي تحكي لي عن هذا الموضوع بالتحديد. أنت قلتي لي أنك توسعتي بشغلك وعملتي مطبخ إنتاجي، وحالياً عم بتشغلي فيه سيدات، أيدي عاملة من السيدات. لك الحمد، أنا قدمت على منحة، قالوا لي حطي سيرة ذاتي، كنت لسه بدايتي، عندي 4 موظفات. كمان أخذت من محلي الصغير انتقلت على محلي كبير، صار عندي إيد عاملة، تقريباً عندي 18 موظفة رسمي، وعندي 6 بيوت كمان، يعني ما شاء الله عليهم سوريات أردنيات كمان بيشتغلوا بالبيت، والحمد لله ومبسوطين. وعندي طلاب كمان والله بيشتغلوا وطالبات بيشتغلوا ما شاء الله. قد ايه برأيك هذا الاشي مهم اليوم انت عم تنتجي لقريتك، قرية حور، ولمحافظة إربد بشكل عام؟ والله بفتخر طبعا بقريتي، وحتى هم بفتخروا بأم محمد الكوفحي، لأنه مفخرة. بطلع بعدين، أنا بطلع بإنتاج تراث الأردني، يعني بطلع اللي كان امهاتنا يعملونه وجدوده يعملوه، هسه احنا قاعدين نطلعه. بدي تخبريني عن زوجك ابو محمد. طبعا على راسي ابو محمد، طبعا هو الداعم الاول الي. الحمد لله، طبعا انا وياه هسه مشاركين يعني بالبازارات، طبعا هو بيساعدني بجيب الاغراض، باخذني بيجيبني، ولك الحمد. وطبعا كله يعني شغلي وشغله كله مدرس فيه الاولاد، واكيد هو فخور فيك وفي طبيعه عملك. طبعا لك الحمد والشكر، الحمد لله. وحتى اولادي، يعني انا اولادي كمان ايد واحده. يعني بدي تحكي لي كمان عن الرساله حابه توصليها اليوم لكل سيده، لكل امراه. والله انا حاب كل ست ما تبعد، لانه مش شرط لدي، مش شرط انها ما عندهاش هوايه بالطبيخ. في عندنا اكسسوارات، يعني بتعرفي بيعملوا من الزيتون بجففوه، وبيعملوا اطباق، وبيعملوا بشوفهم شيء يعني شيء فاخر. عندنا القش بيعملوا اطباق رهيبه، يعني صابون. يعني بحب الست تشتغل وبحب تدعم جوزها وبيتها. يعطيكي الف عافيه، وانا بدي اشكرك. وهلا بدنا نروح مع بعض لحتى تفرجينا بالضبط كيف طريقه عمل المكموره. اليوم رح تعملينا مكموره ان شاء الله. إن شاء الله.
واحنا حاليا هلا بين هالشجر والاجواء الطبيعيه الحلوه مع الست ام محمد لحتى تعملي لنا اليوم المكموره على اصولها. مزبوط. نعم. يلا هلا بدنا نشوف مع بعض وبدنا تحكي لنا مكوناتها. مكوناتها هي طحين قمح وزيت زيتون ودجاج وبصل. اليوم عملنا لكم طبعا دجاج بلدي. هلا في منه بيعملوها دجاج مسحب. هي مسحب بكون اسهل، بس احنا بنعملها على ايام ما كانت تعملها امهاتنا دجاج بعظمه. بالعظم. بالعظم اليوم نعمله. وطبعا وهسه بنحط راقات، يعني بنفرجيهم راقه بعجين، وبعدين بنحط بصل وزيت زيتون ودجاج ونفس الهاي باذن الله. نبلش. يلا نبلش. سحجت نفس اللعب محلى دبتها، سحجت نفس اللعب محلى دبتها، شباني بتضرب اي والله زادت فرحتها، اي والله شباني بتضرب اي والله زادت فرحتها، اي والله فين التوالي فين التوالي. حط ايدي بيدك خليك بجنبي، حط ايدي بيدك خليك بجنبي، لاسمع قصيدك وافرح قلبي، ولاسمع قصيدك وافرح قلبي، بين الدوالي. مع هالأجواء العائلية الرائعة اللي أنتم شايفينها اليوم، وتحديدا إحنا اليوم في قرية حور في محافظة إربد، بدنا نشكرك ست أم محمد فريال الكوفحي وعمي أبو محمد، شكرا لاستقبالكم لنا اليوم، وهيك حابين ومتحمسين كثير ندوق الأكلات الطيبة. شكرا على المكمورة ورق العنب والتبولة، يعطيك ألف عافية. شكرا حبيبتي عمري، شرفتونا والله وانبسطنا فيكم. وحبيت أنا كمان أعرف الناس على المكمورة الأصولها، يعني بالطابون كيف كان يعني يعملوها زمان قبل، وهسه إن شاء الله بنشوفوا كمان كيف بتكون نكهتها، بتختلف عن النكهات العادية الفرالة. يلا وهلأ بدنا ناكل كلنا مع بعض. باي باي. واحنا في الجنة اي والله فين التوالي فين التوالي. صبا بالقهوة.